بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أحبتنا المشاهدين، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المحجة، ومع ضيف جديد في هذا البرنامج، وهو فضيلة الشيخ محفوظ ولي الوالد، عضو مكتب منتدى الأئمة والعلماء، ومع عنوان جديد وهو عنوان الانتصارات والفتوح في رمضان. فضيلة الشيخ، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في على مائدة برنامج المحج. أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله. كما هو معلوم شيخنا، رمضان شهر الانتصار، شهر الفتوحات، شهر الغزوات. كيف، لماذا هذا الظرف الذي يكون فيه الناس يعانون من مشقة الصيام، مشقة تكليف الصيام، والصعوبة التي يلاقيها المسلم حين يمسك قبيل الفجر ولا يفطر إلا بعد أن تغيب الشمس؟ أنى لمثل هؤلاء أن يجاهدوا، وأن أنى لهم أن يدخلوا الوغى، وكيف يتحملون قعقعة السيوف فوق رؤوسهم وهم الذين يجهدهم الظمأ والجوع؟ ما هي هذه المعاني وهذه الغزوات التي وقعت كثيرا في التاريخ الإسلامي؟ حدثنا فضيلة الشيخ، بارك الله هنا فيكم وأبين لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحقيقة أن شهر رمضان هو شهر اختصه الله بخصائص وميزه بمزايا وجمع فيه من الفضائل وأعطاه من المميزات ما ليس لغيره من الشهور. فهو شهر صيام، وهو شهر قيام، وهو شهر قرآن، وهو شهر إيمان. كثير من الناس يعلمون أن رمضان شهر صيام، وكثيرون يعلمون أنه شهر قيام، لكن قليل منهم من يدرك أنه شهر جهاد وشهر اجتهاد. من المؤسف أن هذا الشهر الكريم الذي هو شهر جد وعمل وشهر جهاد واجتهاد تحول في حياة كثير من المسلمين اليوم إلى شهر للسهر في الليل على المسلسلات، ونوم في النهار، وتضييع للأوقات والصلوات، وكأنه لم يكن يوم من الأيام شهر جهاد ولا شهر اجتهاد ولا شهر عمل. تحول في حياة الناس إلى شهر نوم وخمول وكسل. وحقيقة أن هذا الشهر غير ذلك، هذا الشهر هو شهر انتصار على النفس أولا، شهر انتصار على رغبة النفس في شهواتها وميولها إلى أهوائها، هو شهر انتصار على الجسد ورغباته وشهواته، هو شهر انتصار على الشيطان بقوة الإيمان والارتباط بالقرآن. ولذلك لأنه شهر انتصار على النفس، وشهر انتصار على الجسد، وشهر انتصار على الشيطان، صار شهر انتصار على الأعداء الآخرين. ولذلك كان هذا الشهر الكريم هو شهر أعظم الفتوحات وأكبر الانتصارات في تاريخ الإسلام، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين، ومن تاريخ الإسلام من غزوة بدر إلى واقع الأمة دي. فلذلك كلما يعني هذا الانتصار الذي يحدث في المعارك والانتصار الذي يتجلى في الفتوحات هو انعكاس للانتصار الذي يحصل للإنسان على نفسه وهواه وعلى شيطانه، فلا غرو أن يحصل أن يكون هذا الانتصار على الأعداء ثمرة لذلك الانتصار على النفس والهوى والشيطان. جيد جدا، معناه ما نسمعه أو نقرأ عنه من أن
الانتصار على الأداء لا يتم إلا من خلال الانتصار على النفس، يتجلى أكثر في رمضان لأنه شهر تكبل فيه النفس وتحد فيه تلك الرغبات وتقلم فيه الشهوة. نعم، هو الله تبارك وتعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم. نصرنا لله سبحانه وتعالى هو بمخالفة النفس ومشاهدتها ومعصية الشيطان ومخالفة الهوى، هذا هو الانتصار الحقيقي، انتصارنا الداخلي الذي تكون ثمرته انتصارنا الخارجي على الأعداء. ولذلك حتى يعني بعض المؤرخين حفظوا لنا الفتوحات الكبيرة في تاريخ الإسلام التي تمت في شهر رمضان، ولكن يغيب عن بعض الناس أن شهر رمضان حتى كان شهر غزوات لم تكن فيها فتوحات، يعني لم يكن فيها لقاء مع العدو، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيها. أنه في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا يدل على أن هذا كان في شهر رمضان. سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أسفاره كانت للجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسافر للتجارة ولا كان يسافر بحثا عن الكسب المادي، وإنما كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم إما في جهاد وإما في حج وإما في عمر، وسافر للحج مرة واحدة والعمرة مرة واحدة، بقية أسفاره كلها كانت جهاد، كلها جهاد. وحتى لو لاحظنا أن كما سيمر معنا في ذكر هذه الغزوات التي كانت في شهر رمضان في حياته صلى الله عليه وسلم، كانت هنالك غزوات يعني دخل رمضان وهو راجع منها، كما في غزوة تبوك مثلا، وهنالك غزوات خرج فيها في رمضان ولكن لم يكن هنالك قتال، ولكن حتى هذه الغزوات التي لم يكن فيها قتال هي كان لها أيضا أثر على 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 قوة المسلمين وعلى من رفع معنوياتهم، وكان لها تأثير في كسر شوكة الأعداء وإظهار. لكن شيخنا، في بعض الغزوات هذه أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصائمين بالإفطار، كحالة فتح مكة مثلا أمرهم بالإفطار. هنا أظن أن ما نحاول أن نفهمه قد يستعصي فهمه في هذه النقطة بالذات. لماذا يفطرون ما دام الصيام تقوية لهم على الجهاد وعلى البذل، فلماذا إذن التقوي بالإفطار؟ هذا فهم خاطئ يظن بعض الناس. يظن بعض الناس أن البركة والخير والثواب وأنها محصورة في الصيام. شهر رمضان هو شهر خير وبركة في ليله ونهاره للصائم وغير الصائم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يتحدث عن فضائل شهر رمضان، ويعني هنالك فضائل الصيام وهنالك فضائل القيام وهنالك فضائل الشهر بذاته يعني، وهذه الفضائل تحصل حتى لمن أفطر فطرا شرعيا. ولذلك يخطئ من الناس من يظن أنه إذا أفطر فطرا شرعيا أنه أصبح يعني معفيا من أعمال الخير وخصال البر الأخرى الموجودة في هذا الشهر. رمضان بركاته في ليله وليس فيه صيام، وفي نهاره وفيه صيام، وفي نهاره حتى لغير الصائم هو خير كله وبركة كله. ولذلك هذه الفتوحات بعضها تم للمسلمين وهم صائمون، وبعضها تم وهم مفطرون، ولكن فطرهم كان في رمضان، ورمضان شهر بركة كله. في فتح مكة الرسول صلى الله عليه وسلم كان في طريقه إليها، خرج إليها في العاشر من رمضان وفتحها يوم 20 من رمضان، كان في الطريق يسمح لمن يريد أن يصوم يصوم ومن يريد أن يفطر يفطر، فلما أصبح على أبواب مكة عزم عليهم بالإفطار وقال لهم: إنكم ملاقوا عدوكم وفطركم أقوى لكم. ولكن الفطرة هنا ليس فطرا يرفع بركة الشهر، بل يزيد حقيقة قوة البدن إلى قوة الإيمان الموجودة في يعني الشهر. خلاصة الأمر أن رمضان شهر جهاد. نعم، رمضان شهر جهاد، جهاد للنفس، هذا الجهاد يحمل على جهاد الأعداء، وأن الشهر كله بأعماله ولو لم يكن الإنسان صائما هو يجاهد، فقيامه جهاد وإنفاقه جهاد وقراءته للقرآن جهاد، فيؤطر هذا الجهاد النفسي الجهاد العملي في ميادين الحياة.
نعم هو شهر عمل كما قلت، هو شهر يعني عمل الصالح فيه ليس محصورا في الصيام فقط، فيه الصيام وفيه القيام وفيه قراءة القرآن وفيه نشر العلم وفيه أبواب الخير كلها، حتى المنادي فيه ينادي يا باغي الخير أقبل الخير، هذه تضع تحتها خطا وادخل فيها كل عمل صالح، تعليم الجاهل خير، إرشاد الضال خير، الصدقة على المحتاج خير، الأمر بالمعروف خير، النهي عن المنكر خير، إعانة المحتاج خير، السعي مع المسلم في قضاء حاجته خير، ورأس ذلك وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ولذلك من المهم أن نقف هنا عند بعض الغزوات والفتوحات التي تمت في هذا الشهر الكريم، بارك الله، لأنها تمثل المثال الحي على هذه الفتوحات والانتصارات. أظن أنها كثيرة جدا، لا أظن الحلقة ستسعها، ولكن سنأخذها مرور الكرام إن شاء الله وتعلقون إن شاء الله عليها. أول شيء فتح بدر الكبرى التي كانت فتحا للمسلمين بعد إيذاء مشركي مكة وقريش، ولما أذن لهم بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، كانت أول غزوة هي بدر، يعني فيها جهاد وفيها مفاصلة وفيها معركة حقيقية، كانت في 17 من رمضان في السنة الثانية للهجرة، ليس الأمر كذلك؟ هذه ما علاقة رمضان هنا؟ أظن أن الصيام لما هل فرض عليهم الصيام حينها الشهر؟ نعم رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة، هل كان قبلها الصيام؟ صيام رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، وبدر كانت أيضا في السنة الثانية من الهجرة، لكن قبل هل كان الصيام كانوا صايمين في بدر؟ ما لا أدري هل كانوا صائمين أو لا، ولكن أيوة. لكن الصحيح أنه رمضان يعني هذا رمضان في السنة الثانية من الهجرة في نفس السنة فرض صيام هنا. طيب بدر الكبرى في رمضان، معركة بدر وغزوة بدر الكبرى حقيقة ليست مجرد معركة ولا مجرد لقاء مع العدو، هذه هي المعركة المؤسسة للدولة الإسلامية في المدينة المنورة. هذه معركة بدر كانت مرحلة نسميها غزوة التأمين للدولة الإسلامية. غزوة التأمين. إيه. وخلينا نسمي مثلا غزوة فتح مكة مرحلة التمكين، غزوة التمكين. إيش معنى التأمين؟ ما معنى التأمين؟ التأمين بمعنى أن القوة الإسلامية العسكرية التي ظهرت في هذه المعركة وما تمخض عنها صارت مرحلة، يعني صارت كانت بمنزلة التأسيس والتكوين والتأمين للدولة الإسلامية في المدينة. قبل غزوة بدر كان المنافقون يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون خائفين، وكانت قريش تلاحقهم وتطاردهم، فلما حقق الله عز وجل نصر في غزوة بدر وترتب عليه ما ترتب، صارت حقيقة البداية الفعلية لوجود دولة إسلامية قائمة، أصبح لها شأن بعد بدر لم يكن لها قبل بدر. ولذلك حتى بعد هذه الغزوة من كان من المشركين مشركا اضطر إلى المجاملة وإعلان، أو كثير منهم أقصد المشركين في المدينة، إلى الدخول في الإسلام. غزوة بدر حقيقة هي أهم غزوة، حتى الغزوات الأخرى مترتبة عليها، ولذلك الله عز وجل من أهميتها سماها يوم الفرقان، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. وحقيقة هذه الغزوة تستحق حلقات لوحدها، صح، ومؤلف لوحده، ولكن الوقت لا يسمح بذلك. يستوقفني في هذه الغزوة مسائل. أولا أن الله عز وجل رتب اللقاء بين الطرفين دون إرادة أي منهما. عجيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في البداية مع المسلمين، كانوا خرجوا إلى العير، وكانت قريش خرجت لإنقاذ العير، ولكن الله عز وجل أراد أن يلتقي الطرفان على غير موعد لحكمة تجلت في نتائج المعركة. صحيح. وهذا من تدبير الله عز وجل لعباده الصالحين، أنه يريد بهم أحيانا مما يكرهون في الظاهر ما فيه لهم من الخير ما يجهلون.
الله تبارك وتعالى يقول عسى أن تكرهوا شيئا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ويقول في غزوة بدر كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الوقفة الثانية مع غزوة بدر تتجلى في قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم، وهذه القوة هي كانت السر وراء ما حقق الله عز وجل من نصر. الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى بدر صلى الله عليه وسلم لما علم من أمر العير ما علم، وأن أبا سفيان سلك بها طريق الساحل وأصبح احتمال لقاء قريش واردا، استشار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة صلى الله عليه وسلم، فتكلم المهاجرون وقالوا خيرا، وقال المقداد امضي بنا حيث أردت فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتل. ما شاء الله. المقداد كان رضي الله عنه من المهاجرين، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يسمع صوت ورأي الأنصار لأن معظم الجيش منهم، ولأنهم لم يبايعوه على حمايته خارج المدينة وإنما على حمايته داخل المدينة. جميل. وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم ورشد سياسته، أنه مع أنه كان مسموع الكلمة واجب الطاعة، ولو أمر من أمر لا أطاع دون أن يسأل، ولكنه كان أراد أن يستوثق ويستشير، فقال أشيروا علي، وهو يريد رأي الأنصار. رأي الأنصار. فقال له سعد بن معاذ رضي الله عنه والله لكأنك تقصدنا يا رسول الله. قال نعم. ماذا قال له سعد؟ قال والله لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، والله لو خط بنا هذا البحر لأخذناه معك وما تخلف منا رجل واحد، والله إننا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، فامضي على بركة الله إننا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عين. فانشرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال امضوا على بركة الله فإن الله وعدني إحدى الطائفتين صلى الله عليه وسلم. هذه المواقف الإيمانية هي التي تفسر سر انتصار فئة قليلة من المؤمنين لا تكاد تبلغ ثلث جيش المشركين من حيث العدد ومن حيث العدد لا مقارن، ومع ذلك أنزل الله عز وجل نصره على هذه الفئة التي توفرت فيها هذه المقومات التي هي ما ينقص المسلمين اليوم. والحقيقة أنهم ربوا قبل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم رباهم في الفترة الطويلة هذه في مكة، وهم يكفون أيديهم أقيموا الصلاة، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. نعم، التربية الإيمانية هي الطويلة على المدى الطويل. أظن أن قيام الليل كان واجبا في البداية على الصحابة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ وجوبه على النبي صلى الله على الصحابة وبقي واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قاموا معه حتى تورمت أقدامهم. أليس الأمر كذلك؟ بلى. الإيذاء أيضا الذي كان يمارس عليهم، نعم، الحكم الشرعي يعني اتجاه ذلك الإيذاء، ما الذي كانوا يفعلون؟ هو حقيقة هذه نقطة مهمة جدا، وهي أن الجهاد كما قلنا هو ذروة سنام الإسلام، وحتى تصل إلى ذروة السنام من أي شيء لا بد أن تمر بجميع المراحل التي قبل ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قضى 13 عاما في المدينة في مكة وهو يدعو ويربي أصحابه على الصبر والتحمل والتجرد، تزكية النفوس وتطهير القلوب، وبقي بعد ذلك في المدينة من السنة الأولى إلى أن شرع الله عز وجل الجهاد. فأول ما نزل في الجهاد وقال الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فهذه الفئة أذن الله لها عز وجل أولا بعد هذا الصبر برد العدوان، ثم أمرها بعد ذلك بجهاد، أذن لها في دفع الظلم، ثم بعد ذلك مر بمراحل تشريع الجهاد الأخرى التي منها مقاتلة من قاتلهم وترك من سواه، ثم بعد ذلك مرحلة مقاتلة جميع المشركين. لكن الذي يعنينا هذا طبعا لا يتسع له المقام هنا، الذي يعنينا هنا في غزوة بدر أن أهم عناصر النصر
كان قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ثم حسن التخطيط والتدبير منه صلى الله عليه وسلم كما هو واضح لمن قرأ الغزوة، ولا يتسع المقام لذكره. ثم حسن استشارته صلى الله عليه وسلم لصحابته، استشارتهم أولا في الذهاب إلى القتال، ثم حتى استشارتهم بعد ذلك في التخطيط والتدبير للمعركة. لما نزل في موقع قال له الحباب رضي الله عنه: أهذا موقع أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، من هو الرأي والحرب والمشورة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمشورة. قال: ليس هذا بمنزل. وطلب منه أن ينتقل إلى أقرب بئر من القوم ويغور بقية الآبار فيشرب الصحابة رضي الله عنهم ولا يشرب المشركون. ثم بعد ذلك حسن صف الصفوف، وبعد كل هذا لجوءه صلى الله عليه وسلم بالدعاء والضراعة إلى الله عز وجل، مع أن الله وعده بالنصر، ومع أنه استنفذ الأسباب لجأ إلى الله عز وجل حتى سقط رداءه عن كتفيه وهو يدعو: اللهم نصرك الذي وعدتني. باختصار، لا ينصر المؤمن هنا بعدد ولا عدة في أي مكان أو أي زمان، إنما ينصرون بإيمانهم وإخلاصهم ولجائهم إلى الله تعالى. لا ينصرون بعدد ولا عدة لوحده، بالعدد والعدة وحده، ولكن لا بد من إعداد ما يجب إعداده من العدد ومن العدد، ثم بعد ذلك أو قبل ذلك وبعده يكون الإيمان، ثم ما يجب إعداده وما أمكن. ما أمكن، ما أمكن، ما يجب إعداده وما أمكن، العدد والعدة. لعلنا نتجاوز، لأن عندنا قدر من الفتوحات والمعارك. تجاوز مثلا إلى فتح مكة، كان في السنة الثامنة، صحيح؟ نعم، كان في السنة الثامنة الهجرة، كان في 20 رمضان. نبذة عنه قليلا، في 20 رمضان فتح مكة. إذا جاز أن نسمي معركة بدر هي معركة التأمين للدولة الإسلامية في المدينة، فيجوز أن نسمي فتح مكة فتح التمكين. لأنه بعد فتح مكة سقطت آخر قلاع الوثنية العربية في الجزيرة العربية، سقطت الوثنية الدينية، حطمت الأوثان في قلب الكعبة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله يحطمون منات واللات والعزى بعد أن حطم هبد داخل الكعبة. تحطمت الوثنية السياسية حتى اللي كانت موجودة في ذلك الوقت، ولذلك لم تكن هنالك معركة أبدا بعد فتح مكة. بعد ذلك جاءت الوفود تعلن إسلامها، وهذا الفتح هو الذي عناه الله عز وجل بقوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قلتم تحطمت الوثنية السياسية، مما تقصدون بها المعنى؟ الوثنية السياسية اللي هي السلطة السياسية التي كانت لقريش ومن يدعمها من العرب، ولذلك لما فتحت مكة ودخلها المسلمون وانتهى أمرها، بقية القبائل قال قائلهم: هذه قريش التي حمى الله بيتها لما غزاه أبرهة بالفيل، ها هي قد انهزمت وها هي مكة قد فتحت، لم يعد هنالك أمل في الانتصار. فبالتالي جاءت هذه الوفود بعد ذلك في عام الوفود مبايعة ومعلنة إسلامها، وانتهت السلطة السياسية والمكانة الاجتماعية لقريش في مكة، فانتهى معها، تداعى معها بقية البنيان الجاهلي الوثني. هذه هي الوثنية السياسية اللي كانت موجودة، بالإضافة للوثنية الدينية اللي هي الأصنام اللي كانت موجودة، سواء موجودة منها في الكعبة المشرفة أو الموجودة عند بعض القبائل كما كان في الطائف، وكان بعد ذلك كمنات واللات والعزى وغيرها من الأصناف. فلذلك كانت أهم المعارك، أهم أول معركة في الإسلام كانت في رمضان، وأهم آخر معركة في الجزيرة العربية كانت أيضا في شهر رمضان. جميل جدا، جميل جدا. في معركة هي نظيرة لمعركة اليرموك مع الروم في الأهمية والآثار، وقد وقعت تحت قيادة المثنى بن حارثة رضي الله عنه، كانت في 12 من رمضان السنة 13 الهجرية في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. معركة البويب، ماذا عن هذه المعركة؟ قبل بس أن ننتقل إلى معركة البويب، أنا أريد أن أعلق قليلا على موقف عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فهو موقف يستحق الوقوف عنده، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حاربته قريش وآذته وكذبته وطاردته ولاحقته وصادرت أملاكه وأمواله مع بقية المسلمين،
لما انتصر في فتح مكة وأذل الله قريشا وأظهر دينه، كان النبي صلى الله عليه وسلم حيث ما كان يظن كثير من الناس، كثير من الناس كانوا يتوقعون أن ينتقم وأن يثأر وأن يستبيح الدماء وأن يفعل كذا ويفعل كذا، ولكنه صلى الله عليه وسلم سألهم فقال لهم بعد أن تمكن منهم، قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا موقف العفو عند المقدرة، وموقف الصفح ممن أوذي وطورد ولوحق وفعلت به قريش ما فعلت. وهذا حقيقة موقف يظهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة هذا الدين، وأنه متى ما مكن له لا يتشوف إلى إراقة دماء ولا إلى هتك أعراض ولا إلى انتقام ولا إلى ثأر. معركة البويب التي سألتم عنها هي معركة فاصلة في تاريخ حروب المسلمين مع الفرس، وقد قال ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية، قال إنها في حروب المسلمين مع الفرس نظير معركة يرموك. أيوة. في حروب المسلمين مع الروم. أيوة. هذه وهذه معركة كانت عظيمة، كان قائدها أحد قواد الفرس اسمه مهران، وكانت البويب هذه كانت قريبة من موقع الكوفة اليوم، والتقى فيها المسلمون مع في أرض العراق جنوب العراق. نعم. والتقى فيها المسلمون مع الفرس، وكانت أعداد الفرس هائلة جدا وأعداد المسلمين قليلة جدا، فعبر إليهم الفرس النهر فاشتبك عبروا النهر. نعم. عبروا النهر. طبعا سألوهم قالوا لهم تعبرون إلينا أو نعبر إليكم؟ قال لهم المسلمون بل عبروا إلينا. فعبروا والتقى الجيشان، فكتب الله عز وجل نصرا مؤزرا للمسلمين. وكان قائد هذه المعركة هو القائد المثنى بن حارثة رضي الله عنه، وكان من حكمته أنه لما انهزم لما انهزم الفرس ذهب إلى الجسر الذي عبروا منه فقطع عليهم الطريق، فتمكن المسلمون منهم يومهم ذلك وليلتهم تلك ويومهم الآخر، يقول ابن كثير فقتل منهم حوالي 100,000، ما بين من قتل بالسلاح وما بين من غرق في البحر وفي النهر. هذه المعركة تمثل نموذج آخر من نماذج المعارك التي تمت في رمضان. نحن قلنا المعركة الأولى كانت معركة تأمين وتكوين، المعركة الثانية معركة تمكين، هذه معركة تحصين. جميل. تحصين ثغور المسلمين والمبادرة بقتال القوة المتربصة بالمسلمين على تخوم الجزيرة العربية، وهي من الشرق. أيوة. الفرس. أيوة. ومن الشمال الغربي الروم. والعجيب أنه لو تتبعنا خريطة المعارك والفتوحات التي كانت في شهر رمضان سوف نجدها موزعة على خريطة جغرافية متنوعة يجمع بينها ناظم معين، وموزعة أيضا على خريطة ضعف وتمكين مختلفة في أحوال الأمة يجمعها أيضا ناظم معين، وحتى من خلال القواد الذين قادوها أيضا فيهم التنوع، أحيانا المعارك يقودها قواد مسلمون، أحيانا القواد أتراك، أحيانا القواد بربر، أحيانا المماليك. سبحان الله. وأحيانا تأتي هذه بعض هذه المعارك يأتي والمسلمون في أوج قوتهم وانتصاراتهم. جميل. كما في المعارك مع الفرس هذه، معركة البويب هذه. جميل. وأحيانا تكون انتصارات بعد انتكاسات المسلمين كما في معركة عين جالوت التي سنتحدث عنها في وقتها إن شاء الله. جميل جدا ما شاء الله. بالنسبة لرمضان، هل ماذا في الآثار التي صحت، هل كان الناس صائمين في معركة البويب هذه؟ كانوا صائمين في قبل المعركة بالضبط، ولكن عند المعركة أمرهم المثنى رضي الله عنه بالإفطار، وهذا أقوى لهم وهذا الذي ينبغي، وهذا هو الفقه الحقيقي. الفقه الحقيقي أن تأخذ بأسباب القوة لمواجهة العدو. نعم. وهذه الرخصة؟ أنا لا أقول رخصة، أقول هذه عزيمة. عزيمة. هذه عزيمة عندما يتطلع. الرخصة بالنسبة للمسافر في غير جهاد. المسافر في غير جهاد له رخصة، له أن يصوم وله أن يفطر كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عن الصحابة رضي الله عنه. لكن عندما يكون هنالك عدو وهنالك معركة وهنالك قتال والأقوى للمسلمين أن يفطروا، عندئذ يكون الفطر عزيمة وليس رخصة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبل فتح مكة لما قيل له إن هنالك ناسا ما زالوا صائمين قال أولئك العصاة وأولئك العصاة، لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يذكر العلماء أن الورع عن الرخصة من 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 من
من مستهجن الورع يعني. لا هو إن الله يحب أن تؤتى رخصه، هذا حديث حسن، يحب أن تؤتى رخصه، ولكن من ترك الرخصة هي أيضا رخصة، هي ليست عزيمة يعني، ترك العزيمة ليس عزيمة يعني، هي ليست عزيمة في الجانب الآخر. ولكن مثلا لو تتبعنا حال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الصيام في السفر، وجدناه أحيانا كان يصوم، لما سأله عمرو بن حمزة الأسلمي، حمزة بن عمرو الأسلمي، لا عمرو بن حمزة الأسلمي رضي الله عنه، لما سأله عن، قال له أأصوم في السفر، الحديث الصحيحين حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، لما سأله قال وأصوم، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، حديث راوية عائشة رضي الله عنها. هنا حمزة رضي الله عنه، حمزة بن عبد الله رضي الله عنه كان كثير الصيام كما في الحديث، فلا يشق عليه الصيام، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي المقابل، والحديث أيضا في الصحيحين متفق عليه البخاري ومسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، من يشق عليه مشقة بالغة ليس له، ليس من البر يعني تقوى أنه يدرك نفسه الصيام. حتى الوصال الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة فهم أنه مقام وحاوله، صحيح؟ الوصال هو باب آخر. الوصال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال، الحديث أيضا في الصحيحين، قالوا له إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. وطبعا هذا الإطعام ليس إطعام طعام حسي ولا شراب حسي، هذا هو الذي جعلهم يفهمون أنه بركات خاص به، ولذلك ربانية. ولذلك الصحيح أنه لا خاص به، صحيح أنه لا أنه وما خاص جاء خاص في تراجم بعض الصحابة، مثلا عبد الله بن الزبير أنه كان يصوم الأسبوع ويفطر على لقحة، على لبن لقحة وسمن بقر. نحن لا نريد أن ندخل الأحكام الفقهية في رمضان عن الفتوحات في شهر رمضان، ولكن الكلام أنا لا أريد أنا أيضا مثل هذا، ولكن أريد ارتباط الصيام بالجهاد حتى نبقى دائما المعركة ليست وقائع وهو إنما أيضا مربوطة بالصيام الذي خلاص كلام أهل العلم في الوصال، هنالك ثلاث مذاهب. مذهب يرى المنع، واستدلوا هو مذهب الأئمة الثلاثة الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي، واستدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. مذهب الإباحة وهو مذهب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وقلة من السلف. مذهب التفصيل وهو أنه من أراد أن يواصل إلى طلوع الفجر فلا حرج، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واضح واضح. أو أنه من يريد أن يواصل ولكن لا يشق عليه ذلك فهو مكروه في حقه وليس ممنوع. ما يدل أن الصيام له يعني قوة إيمانية يسكبها في قلب الإنسان تخرج به عن المعهود، يعني البشر لا يمكن أن يمسكوا عن الطعام مدة بهذه الدرجة إلا إذا كان هناك قوة هو لا شك يعني هو القوة الإيمانية تستمد من الصيام وتستمد أيضا من الفطر إذا أمر بشر. القوة الإيمانية تستمد من الأعمال الصالحة. أيوة. إذا كان حكمك الصيام فصم فسوف يمدك بالإيمان، وإذا كان حكمك الفطر فأفطر أيضا فسوف يمدك فطرك هذا بالإيمان، لأنه مأمور به شرع بالإيمان. نعم. هذا الفطر. نعم. وهذا بعض أهل العلم قال إن الصيام في السفر أيضا لا يجوز، تركيزا على هذه النقطة. أنا يقول ما قلت، أنا لا أفضل أن ندخل في فتاوى الصيام. أنا أظن أن لها ارتباط بموضوع المعارك. أنا أريد أن نستفيد من الوقت في ذكر الفتوحات. طيب إن شاء الله، إذا نتجاوز إن شاء الله إلى فتح الأندلس. فتح الأندلس كان في السنة الثانية بعد 90 من الهجرة، في العهد الأموي. أظن أن الوقت ضاق جدا، وسنعلق عليه باختصار. أنا أظن أنه من المفيد حتى لا يضيق الوقت عن ذكر أهم الفتوحات، سوف نذكرها ثم نرجع إلى الإجابة على السؤال. أيوة. أهم الغزوات والفتوحات التي كانت في شهر رمضان ذكرنا حتى الآن منها بدر، كانت في 17 من رمضان سنة الثانية، فتح مكة كانت في 20 من رمضان سنة الثامنة، معركة البويب كانت في 12 من رمضان في السنة 13 هجرية. أيوة. فتح الأندلس بقيادة القائد طارق بن زياد كانت في 28 من رمضان سنة 92 هجري. أيوة. معركة عين جالوت
سوف نعود إلى هذه بالتفصيل، لكن أنا يهمني أن المشاهدين يعني جميل جميل. يعني يستحضرون المعارك الفاصلة التي كانت في رمضان. سوف نذكرها ذكرا باقة جدا، ذكرها ذكرا أهم من التعليق على بعضها وإهمال الآخر. أخذنا دون النشر معركة عين جالوت كانت سنة 658، وهذه انتصر فيها المسلمون على التتار بعد أن سقطت الخلافة سنة 656 واحتلت بغداد وذبح الخليفة وأهل بيته وحل بالإسلام ما لم يحل به قبل ذلك في تاريخه. للأسف معركة شقحب كانت بعد ذلك، وهي أيضا كانت مع التتار، كانت سنة 702 للمماليك. هذه قاتل فيها ابن تيمية رحمه، وهذه قاتل فيها الأئمة والعلماء والفقهاء، وهذا ما يدل على أن الجهاد كان فريضة يمارسها عامة المسلمين ولا تختص. هل صح أن ابن تيمية العلامة المشهور قاتل فيها جهد؟ قاتل فيها وأبلى بلاء حسنا وحرض، وكان له دور عظيم. هذه المعركة كانت في ميزان حسنات كثير من القواد والأمراء والأئمة، ولكن أبرزهم أظهرهم كان ابن تيمية رحمه الله رحمه الله تعالى. من المعارك المهمة التي تمت في شهر رمضان معركة فتح الأندلس في عهد مراد الأول الخليفة العثماني، عفوا البوسنة ليست الأندلس، أنا البوسنة 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 هذه مناطق مناطق البلقان أوروبا الشرقية. البوسنة معروفة الآن هي في أوروبا الشرقية. أيوة أيوة. هذه كانت فتح البوسنة كان في معركة فاصلة في تاريخ الإسلام مع أوروبا الشرقية، وكان سنة 791، كانت في 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 زمن العثمانيين، كانت في زمن العثمانيين نعم. أيوة. كانت زمن مراد الأول. أيوة. فتح بلغراد، بلغراد عاصمة يوغوسلافيا. الإسلام اليوم الموجود في البلقان هذا كله في ميزان حسنات القادة والفاتحين والخلفاء العثمانيين. هذه كانت سنة 927 في عهد سليمان القانون. هذه المعارك المضيئة في تاريخ الإسلام لو لاحظنا كما قلت ينظم بينها ناظم عجيب. مثلا معركة بدر كانت بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك معركة فتح مكة. واضح. معارك معركة البويب كانت بقيادة المثنى بن حارثة رضي الله عنه. المعارك الأخرى مثلا معركة فتح الأندلس، فتح الأندلس هذه كانت سنة كما ذكرت سنة 92 هجرية، وكان قائد الجيوش كان طارق بن زياد، وقاد هذا الفتح إلى فتح جنوب فرنسا بعد ذلك بسنتين، وإلى معركة بلاط الشهداء كان سنة 114 الهجرة. نعم شيخ، أنا الوقت ضاق جدا ولا يمكن أن نتعجل عن تعليق على المعارك التي نعيشها اليوم، لأن هذا التوراث وهذا التاريخ يجب إسقاطه على واقع الناس اليوم، كيف نستفيد منه؟ في 8 يوليو على ما أعتقد سنة 2014 حصل هجوم عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، وكان في رمضان. كيف تعليقكم حينها قتل كتائب القسام التابعة لحركة حماس 100 وزيادة من جنود والضباط الإسرائيليين، كان ذلك يوم 29 يوليو 2014، وكان في رمضان. أنا سوف أنتقل إلى هذه عبر الانتقال من المعارك السابقة. أنا أريد أقول أنه المعارك التي تتم في رمضان دائما يكون فيها النصر. الوقت ضيق يا شيخ، سنختم. أعطينا فرصة بس حتى أصل. تفضل. حالة الاستضعاف التي تمر بها الأمة، مثالها معركة عين جالوت كانت بعد سقوط الخلافة واحتلال بغداد وقتل الخليفة. كان المسلمون في وضعية مزرية جدا تشبه وضع المسلمين اليوم، ومع ذلك لما ثبت المسلمون ورجعوا إلى دينهم وإلى مقومات نصرهم وإلى أسباب التمكين فانتصروا على أنفسهم ورجعوا إلى دينهم انتصروا. سيف الدين قطز قال وإسلاما، وهي صيحة مشهورة، فآب إليه الناس وثابوا. في حرب غزة في رمضان اللي كان في سنة 2014 تجلى في هذا الشهر الكريم من معاني النصر والثبات، وتحقق للمقاومة بفصائلها المختلفة والمجاهدين ما لم يتحقق لعدة دول عربية كانت في حالة حرب معلنة مع العدو خلال عقود من الزمن. العدو الصهيوني يحارب الفلسطينيين من سنة 48، ويحارب الأنظمة، أو على الأقل هذا هو الوضع الرسمي المعلن، على عدة جبهات موجودة مع أكثر من دولة عربية، ومع ذلك ما حققته المقاومة مع قلة العدد وقلة الإمكانات وضعف ذات قلة ذات اليد وسلاح بدائي
في شهر رمضان هذا لم تحققه في مواجهاتها الأخرى. صحيح. والسبب هو رجوعها إلى دينها ووضوح الراية التي ترفعها، ليست راية قومية ولا راية وطنية معزولة عن هوية الأمة وعن دينها. يعني أنا أتذكر غزة ما لا يعرفه كثير من الناس، غزة هذه بجميع مساحتها لا تبلغ حوالي 400 كيلومتر مساحتها كلها، هذه 400 كيلومتر فيها تقريبا حوالي 1,800,000 مواطن عجيب يعيشون فيها. عجيب. اسلحتها اسلحه بدائيه تصنع في ورشات بسيطه. عجيب. ومع ذلك استطاعت ان تحقق من توازن الرعب ووصول صواريخها الى اعماق العدو، الى تل ابيب والى حيفا والى المناطق بعيده جدا، استطاعت ان تلحق بالعدو من الاذى ما ألجأ العدو إلى أنه في النهاية يسعى إلى توقيع هدنة. خرجت منها المقاومة منتصرة، وخرج أهل غزة منتصرين بفضل الله أولا، ثم برجوعهم إلى دينهم، ثم ببركة شهر رمضان. صحيح. الذي كانت فيه هذه للأسف الشديد أدركنا الوقت دون أن نلم بجزئيات هذا الموضوع، ولا في بعض المعارك كفتح القسطنطينة مثلا وغيرها وقعت في تواريخ قريبة من رمضان كأنها في رمضان تقريبا، لكن للأسف الشديد الموضوع كبير أكبر من حلقة واحدة كما بينتم. أشكر شكرا جزيلا شيخنا الفاضل والأستاذ الشيخ محفوظ وللوالد عضو مكتب منتدى العلماء والأئمة على قبولي لهذه الدعوة وعلى هذا العرض الجميل وهذا المعلومات الوافرة والواضحة. تقبل الله منا ومنكم شهيد الكرام إلى حلقة جديدة بإذن الله تعالى من برنامج المحجة. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.